عسلامة سي المنصف في المشهد التونسي. اليوم هي ذكرى العاشرة تأسيس حزب المؤتمر مجلس الجمهورية. هكا بإيجاز شنو إحساسك اليوم؟ إحساسي بالفرح والفخر وبالاعتزاز، لأنه رفعنا تحدي كثير من الأطراف تعتبره تحدي دون كيشوتي، لأنه لما قلنا منذ 10 سنوات أنه هذا نظام فاسد ويجب أن يقتلع بالمقاومة المدنية وأن يدور الأحزاب السياسية الحقيقية هو التحريض على الثورة المدنية والإعداد لها وليس الدخول في عمليات إصلاحية بائسة، لأنه الدكتاتوريات لا تصلح ولا تصلح. وقتها ضحكوا علينا كثير، والحمد لله أنه نشعر بالاعتزاز بالفخر، لأنه أولا اخترنا الطريق الصحيح، تشخيصنا كان صحيح، التاريخ أعطانا الحق، ولكن خاصة الاعتزاز بشعبنا اللي قام بهذه الثورة. ويعني 10 سنوات الماضية كانت سنوات رفع التحدي، السنوات المقبلة أيضا ستكون سنوات رفع التحدي ولو أنها تحديات من نوع آخر. دكتور، كما تعرف تو جدال الدائر اليوم، البعض يتهم حزب المؤتمر أنه هكا يمكن ما عندوش رؤية سياسية واضحة خاصة به، وأنه فما شكون يتهم أنه هكا في تحالف خفي أو ملحق بحركة النهضة. شنو تقول في الكلام هذا معنا؟ شوف، احنا التهمة هذه ملاحقتنا، لولا ما كانش هذه التهمة لكانت تهم أخرى. أنا لا أرد على هذه التهم لأنها تهم سخيفة. المؤتمر حزب عنده شخصيته وعنده قواعده وعنده مبادئه وعنده تفكير استراتيجي، لكن يعني الخصوم تاعنا يحاولون التنقيص من القيمة يعني بمثل هذه الكلمات. يعني بالنسبة لي لا تهمنا، ولا أريد أن أدخل في جدل عقيم مع هؤلاء الناس. يعني هما باش ناخذوا مثال ملموس باش ما نقعدوش في الكلام هذايا. ثم مثلا موضوع الانسحاب من الهيئة نتاع ما يسمى بهيئة بن عاشور تو. ثم شكون يقول انه حزب المؤتمر اللي هو عاطي صوره نتاع حزب نظيف وهو ضد التمويل الاجنبي وضد العلاقات بين رجال الاعمال والسياسه وكذا، لكن مع ذلك فما ناس فهمت اللي هو انسحب ضد او اعتراضا على قانون الاحزاب اللي هو فيه مشكله في علاقه بالتمويل. فانتم مثلا الجدال الدائر اليوم بين كيما الحزب الديمقراطي التقدمي وحركه التجديد مع رئاسه الهيئه اللي هما يطالبوا بانه الشركات تنجم تمول الاحزاب، انتم في المؤتمر شنو موقفكم من الموضوع هذا؟ ما خلطوش بين المستويات. اولا احنا موقفنا مستقل من موقف النهضه. النهضه مثلا انسحبت او تريد الرجوع، هذا امر يهمها واسالوا النهضه. احنا موقفنا مختلف وموقفنا يعني ناخذه من قرارنا المستقل. ثانيا قضيه قانون الاحزاب، نحن قلنا انه ضد انه المجلس الهيئه العليا تاخذ صلاحيه المجلس التاسيسي، لانه احنا قاعدين نشوفوا انها بشويه بشويه تحب تحتل المكان بتاع المجلس التاسيسي، تحب تكتب العقد الجمهوري، وهو كلام فارغ، لانه العقد الجمهوري هو الدستور الذي سيكتبه المجلس التاسيسي. تحب عملت القوانين الانتخابيه اللي تحبت عليها هي باش اطرت العمليه، وفي هذا ثم كثير مما نقول. تحب تعمل القانون اللي تقيد به العمل السياسي والعمل الحزبي في ال 20 سنه او 50 سنه المقرب. انا حق. يعني القضيه هي انه نحن لا نريد لهذه الهيكله ان يعني ان تطاول على صلاحيه المجلس الدستوري. لا، هو فقط هو توا في علاقه بالقانون الاحزاب يقول هو قانون مؤقت لتنظيم المرحله الانتقاليه. طيب، القانون المؤقت لترحيل المرحله الانتقاليه، عندك حاجتين فقط، هي انك تمهد لعقد هذه الانتخابات في احسن ظرف، ثم انك في قضيه التمويل يعني تعطي جمله من الاشارات او جمله من القواعد العامه حتى يكون التمويل نزيه وشفاف، ونحن بطبيعه الحال مع النزاهه والشفافيه في التمويل هذه. يعني نحن حزب المؤتمر الجمهوريه هو اول ضحيه هذه السياسه الان، اللي الاحزاب السياسيه نفسها، بعض الاحزاب السياسيه بصدد التحول الى شركات سياسيه، يعني اصبحت تمارس السياسه مثل كانها اصبحت بضاعه، وهذا خطر كبير على الديمقراطيه. نحن ضد هذا التحول الخطير في ان احزاب سياسيه تصبح شركات سياسيه. نحن ضد أن شركات يعني شركات مالية تستثمر في الأحزاب السياسية، لأن واضح أنها لا تستثمر لسواد عين شخص، وإنما تستثمر لأنها تحب بعد كده تأخذ المردود بتاعها. إذا ثم عملية إفساد الديمقراطية، ثم بداية فساد الديمقراطية وإفساد الديمقراطية. نحن ضد هذا كله، ولذلك عندما نتهم بأننا ضد الأحزاب، ضد قانون الأحزاب لأننا خايفين من التمويل، هذا تمويه على الناس وكذا. نحن ضد مبدأ انه يعني الهيئه هذه تاخذ صلاحيه المجلس التاسيسي، لكننا مع وضع قيود التمويل الشفاف. طيب، والوضع القيود هذه شكون باش يحطها اذا ما تحطهاش الهيئه العليا؟ تحط الهيئه العليا بتوافق مع يعني مع السلطه اللي يجب تنفذ هذا. لكن هي القضيه لحد الان
هو أنها تحب تمرمر هذا كله، ما تحب تدخل هذا كله في قانون عام اللي هو بيشحكم فيه. وثانيا نحن هالقانون هذا فعلا عندنا عليه تحفظات، نحن ضد انه مثلا يكون هناك تمويل جاي من الاحزاب من فيما يخص المنظمات المجتمع المدني جاي من الخارج، نحن ضدها. ثم امور خطيره نحن ضدها، لكن هم يحبوا يمروا هذه القوانين سواء اردنا ام لم نرد، ونحن لا نقبل هذا، لا نقبل ان نكون شهداء. لا معناها اذا هذا الاطار هذا نتاع الهيئه العليا مش هو الاطار المناسب معناها لسن قوانين مؤقته في المرحله هذه. شنو هو الاطار بالضبط هذا اللي نسال عليه؟ هو يقول لك هذا اطار تشريع المؤقت. يا سيدي الكريم احنا قلنا موافقين ان نكون في هذا الاطار، احنا خدمين فيه 6-7 اشهر واحنا موافقين على أنه يقيم قوانين مؤقتة للمرحلة الانتقالية، لكن نحن لا نريد لهذا المجلس المؤقت أن يؤطر للجمهورية التونسية التي نريد بناءها. ما عندوش الحق، ما عندوش الشرعية، يجب يوفق في عند جملة من الصلاحيات وهو تجاوزها بكثير. هذه الخصومة الأساسية، إضافة إلى الخصومة الأخرى هو أنه هذا الهيكل هو هيكل توافقي، يجب أن تأخذ القرارات بتوافق، لكن هم تدبروا أمرهم لكي يكون الهيئة ممثلة بالأحزاب اللي يتمثل آلاف وعشرات آلاف الأشخاص يكون ممثلين بثلاثة أربعة ممثلين، وشابوا أصحابهم وأصحاب أصحابهم وأصحاب أصحاب أصحابهم تحت العديد من المسميات، وبعد كده يقلك الديمقراطية بالتصويت. يعني إذا باش نقف في موضوع تمويل الأحزاب، إذا فهمت مليح وأنت أكد لي، الحزب المؤتمر الجمهورية هو ضد تمويل الأحزاب من قبل الشركات طبعاً الخاصة طبعاً كما تطالب. معناه أنتم ما عندكمش اعتراض على مسألة التمويل، ولكن عندكم اعتراض على طريقة عمل الهيئة. طبعا طبعا الناس هنا الناس تخلط، لأنه إذا كان ثم حزب لا يتلقى أموال من أي طرف وخاصة من الشركات ويرفض هذا، يرفضه رفضا باتا، فهو حزب المؤتمر الجمهوري. نحن نعمل على أنفسنا ونحن نعتبر أنفسنا أغنى حزب في تونس، أغنى حزب في تونس. لماذا؟ لأنه عندنا طاقات وعندنا يعني ناس تخدم ليلا نهارا، وعندنا ناس فكرت الناس اللي خدمت البرنامج يعني تبارك الله أكثر من 80 شخص من كبار رجال الفكر والسياسة يعني شاهموا البرنامج. هذه ثروتنا، ونحن نعول غدا على أنه الثروة الحقيقية أنه لن نقوم بالإشهار الرخيص، ولسنا بحاجة إلى أن تكون لنا 1000 بيس في الأموال وكذا، نحن سنعول على الشباب. هذه هي ثروتنا الحقيقية، ومن يعمل السياسة فيجب أن يعمل على الثروة البشرية، على ذكاء الناس، وليس يعمل على التقنيات الإشهارية الرخيصة لمحاولة التأثير على عقلهم الباطني. سؤالين قصيرين أخيرين، البرنامج هل حضر نتاع المؤتمر؟ طبعا حضر اليوم وانا اعلنت عنه، وهو موجود الان على يعني على موقع وموجود على صفحه السي بي ار في الديبا سي بي ار، ونحن نفتحه ايضا للنقاش، ونحن على اتم الاستعداد لتلقي كل الملاحظات حول هذا البرنامج، ونحن فخورون وسعيدين يعني بان استطعنا اخيرا ان نقدم هذا البرنامج. والناس اللي كانت تطالبنا في ساعة البرنامج قلنا لهم لا، احنا برنامج عمليه جديه، اخذنا كل وقتنا وناقشناه بكل حريه وبكل ديمقراطيه في مستويات عده، المستوى التقني، المستوى السياسي، على مستوى المكتب السياسي، على مستوى المؤتمر اللي يقع في القيروان، وفي الاخير نحن لان نستطيع ان نقدم هذا العمل وهو عمل جدي. اوكي، اخيرا ثم برشا كلام على فكره التحالف الحزبي بين المؤتمر والنهضة والام دي اس واحزاب اخرى. الناس تخلط، وين وصلتوا معنا؟ الناس تخلط ما بين الجبهة السياسية او الائتلاف السياسي وما بين التحالف الانتخابي. لا مش انتخابي، سياسي معنا. نحن الان شاعرين انه الثورة المضادة ظهر بجريناتها وتنفخ في عضلاتها وتعتبر اللي ربما تستطيع ان تلتف على الثورة، وبكل وضوح وبكل وقح، المال القذر، التلفزيونات الموجهة، فلول الحزب الحاكم، فلول البوليس السياسي، كل هذه الناس شعر أنه ربما الشعب بدأ يترخى شوية والشباب بدأ يترخى شوية، تقول لك أيها آن الأوان باش نعاودوا، ولهذا سياسة العنف، الإفراط في العنف باش نعاودوا نرجع الخوف، ولهذا سياسة إقامة النعرات باش ننميوا من العنف باش نرجع نقول هذا الشعب ما فوضى وما يستاهلش الديمقراطية. لكن واضح الخطة بتاع الثورة المضادة واضحة، وللأسف الشديد بعض الأحزاب أصبحت شركات سياسية تحت أمرة السلطة هذه الثورة المضادة. أمام هذا الخطر كل القوى المحبة للثورة التي تخدم الثورة التي ناضلت من أجل الثورة لها واجب التجمع وتكوين جبهة سياسية لأخذ كل القرارات الممكنة المشتركة معا للوقوف أمام هذه في هذا الإطار. الجبهة هذه شكون توا ماشي فيها؟ شكون انضمت؟ توا ماشي فيها جملة من الأحزاب، وأساسا المؤتمر من الجمهورية، حركة النهضة، حزب الشعب، الحزب الوحدة الشعبية، حزب الأخ جناح الأخ الخصوصي في حركة الديمقراطية الاشتراكية، يعني ثم 6 أحزاب الآن هي بصدد التحالف،
وان شاء الله تكبر هذه الى اوسع اطار ممكن حتى تكون يعني التحالف مره اخرى الهم الوحيد هو الدفاع عن الثوره، هو فقط هذا وليس اخر، هو ان يفرض الانتخابات، هو ان تكون الانتخابات حره ونزيهه، هو ان تسلم السلطه الى الشعب نهار 23 اكتوبر. لكن فيما عدا هذا كل حزب لحد الان يملك تصوره للبرنامج، وطبيعه القانون الانتخابي تجعل من المستحيل تحالفات انتخابيه، ولهذا لا معنى ان تقول لي انت حالف انتخابي ما بين الناظم، لان انتخابيا ما تنجمش تعمل قائمه فيها المؤتمر والحزب الفلاني والحزب الفلاني، ما تنجم تقدم الا قوائم مستقله، ولهذا نحن سنقدم قوائم مستقله. لكن مره اخرى بعد نهايه هذه الانتخابات سنرى من هي الاحزاب التي اصطفاها الشعب، وهي الاحزاب بطبيعه الحال باش تكون متعدده، والحكومه لن تكون الا حكومه وحده وطنيه، اذا انا ذاك سنتحالف مع الاحزاب المنتصره اذا كنا نحن من بين المنتصرين، وعلى اساس القاعده وبرامجنا السياسيه، وهذا شيء طبيعي. في علاقه بموضوع التحالف دكتور، نعم تفضل. في علاقه موضوع التحالف، الناس تلوم على المؤتمر انه عنده بعض المواقف التي يفهم منها انه ما يحبش يغضب بها حركه النهضه، كما مثلا تم تصريح انتقدوك عليه هو مره وقت اللي انت قلت انه انت تحريت في علاقه بالمساجد والعمل السياسي في المساجد، وقلت انه ماهوش موجود. ففما ناس استغربت انه الكلام هذا منك يعني، وفهمت انك تحب تغطي على حركه النهضه، هذا بعض الاتهامات الموجهه. شوف انا يبدو انه الان باش تاخذ صك انه انت انسان حداثي وديمقراطي وكذا يجب تمسح صباطك في النهضة، يعني ثم الآن إرادة من بعض الأطراف أنك إذا كان لم تمسح صباطك في النهضة فإنك لا تنتمي إلى عالم الحداثة وعالم كذا كذا، هذا أصلا نحن نرفضه، يعني هذه الضغوط علينا باش نسبوا النهضة، احنا لن نخضع لها لسبب بسيط، هو أنه لحد الآن ما عندناش علاش نسبوا النهضة، نهضة للنهضة تأخذ مواقف ضد المرأة، نهضة للنهضة تأخذ مواقف ضد الحرمة الجسدية بكل وضوح، نهضة اللي تقول احنا نريد الدولة الدينية ولا نريد الدولة المدنية، نهضة اللي تقول نحن نريد السلطة إلى آخره، ستجد فينا أقوى يعني مدافع على الحداثة وعلى الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان. لحد الآن أنا أعتبر أن المواقف تأخذ فيها النهضة هي مواقف سياسية طبيعية، ولهذا أنا ما عنديش باش ندخل فيها باش نثبت اللي أنا مستقل على النهضة يلزمني نسبها. لا مش هذا. هل التفكير هذا يلزم الناس تضغط منه؟ لا مش هذا، معناه أنه يقولوا هم النهضة ثم شبهات كبيرة اللي هم يعملوا في السياسة في وسط الجوامع وأنهم ياخذوا في برشا فلوس من مصادر غير معروفة. أعطيني الأدلة والإثباتات وأنا ذاك سأكون أول من يهاجمهم. أعطيني الأدلة والإثباتات. شكرا سي موسى، مع السلامة.